وقت الرئاسيات فموقفنا واضح وشفاف منذ التأسيس، فحزب تجمع أمل الجزائر تاج دعمه ووفاءه لفخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. هذا الدعم والوفاء فهو ثابت، دعمنا ووفاءنا لفخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. أن من أولى الأولويات اليوم في الجزائر ومن أولوية كذلك اليوم في تبسة هو حل إشكالية البطالة من خلال التشغيل. وقلت لا يمكن، ما نقدروش نستمروا سنويا راه يتخرج من الجامعات ومعاهد التكوين الوطني ما مقداره 500,000 شاب. وأكدنا قلنا ملف الشباب يجب أن يحظى، ونعمل إن شاء الله في البرامج المقبلة بأولوية الأولويات وطنيا، لأن الشباب قلت اليوم أصبح من المسائل اللي نعطيها أولوية باش تنخرط في الحياة العملية وباش تبني وطنها.